عندي والله العظيم لو حرر فلسطين، فلسطين مثلا اسرائيل خل انتهى وجاء هنالك دولة اسمه فلسطين، هذا ليس في اي فائدة للشيعة. ماذا اردن اخر؟ اردن ماذا يفيدنا اردن؟ او مثلا مثلا تونس اخر. يكون هكذا. ففلسطين لا بأس نساعدهم اذا استطعنا، ولكن ليس لنا أولوية، مسألة حياتية لنا إلى جهنم. لحظة صمت. لحظة صمت على أرواح شهداء إسرائيل. لحظة صمت. لا لا. لحظة صمت على أرواح شهداء إسرائيل. اسكت. شنو قيمة القدس عدي؟ لك ما تسوى قيمة ما لها. لكن عالي الشيعي أفضل من القدس. هاي القدس. بناية ناصبية، طوابيق ناصبية، صلوات ناصبية. احنا شنو علاقتنا بالقدس؟ ان الناس اعترضوا، فقيل ان الناس يقولون ان بيت المقدس، انه بيت المقدس، فقال الامام مسجد الكوفة افضل. نبي عبد الله قال سألت عن المساجد التي لها الفضل، فقال المسجد الحرام ومسجد النبي، ذكر اثنين بس. فقلت له والمسجد الاقصى جعلت في ذاك؟ قال ذاك في السماء. الرافضة ورثة المجوس وأعداء الملة وأعداء الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأكذب الناس على الله تعالى وفي دينه. أصحاب هذه العمائم الخبيثة الروافض وليسوا شيعة لأهل البيت حقيقة، أهل البيت براء منهم. الروافض وهم أصدقاء اليهود والنصارى، وإن تظاهروا بسبهم فهم كذابون، بل الآن ازدادوا تعلقا باليهود والنصارى ويضحكوا على الناس الموت لأمريكا الموت لليهود، وهم كذابون، وهم من أصدق الأصدقاء اليهود والنصارى، فلا تصدقوهم. يقول الموت اليهود الموت، وهم يذبحون في المسلمين، يذبحون في المسلمين في كل البلدان العربية والإسلامية، يسفكون دماءهم ويكفرونهم ويستحلون أموالهم.